بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع رمضان والجهاد الأكبر. العنوان ديال هذه الحلقة هذه أقسام الناس مع النفوس ديالهم. هذا الشهر ديال رمضان اللي قال سيدنا ربي سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. معناها هذا التقوى هذه هي نتغلبوا على هاد النفس ديالنا اللي دارها سيدنا ربي سبحانه وتعالى فينا، ودارها باش نتمتحنوا، باش يبان شكون هو المجاهد الأكبر وشكون هو الفنيان. فلهذا أقسام الناس مع نفوسهم تنقسمهم لجوج الأقسام كما قسمهم رجال التربية. القسم الأول هو اللي فاز به النفس ديالو وتغلبت عليه النفس ديالو وملكاته النفس ديالو وهلكاته النفس ديالو، ولا هو طايعها تيدير ليها الاوامر، وهذا الشيء تنصيبو في هذا رمضان. هذا النفس بغات الماكله بزاف وسيد ربي بغى الماكله قليله باش نديروها، النفس بغات الصغير وسيد ربي بغانا باش نعسو باش نوضو نقومو الليل، النفس بغات باش غادي تمشي تتاكل المحرمات وسيد ربي دارنا رمضان باش نبعدو على المحرمات. معنى النفس حنا في رمضان دابا حنا زدنا الميزانيه، ارتفعت في رمضان على غير رمضان طاعة للنفس. هادو كلهم اللي الميزانية مرتفعة راهم طايعين النفس ديالهم ماشي طايعين الله عز وجل. فلهذا سيد ربي سبحانه وتعالى دار رمضان باش نتقيوه، باش نتغلبوا على النفس ديالنا. ها الفئة الأولانية اللي هي طايعة النفس ديالها وتدير بها ما بغات، تتقول لها دير هذه تدير هذه، مع أن رجال التربية تقول لك: وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. والنفس دايره بحال الدري الصغير. واش عمركم شفتوا شي وليد في العالم كاع اللي كان تيرضع عند امه وبقى تيرضع وهي ما بغاش تقطع عليه المزوله، وبقى تيرضع 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 وتيكبر، حتى واحد النهار قال لها: شكرا للوالده، وقطع هو المزوله ومشى تياكل الخبز. لا، كاع اللي رضع تسقط عليه امه وتينوض الزازا ويغوت ويسهر عباد الله ويفيق الجيران، ومن بعد ذلك تيدير رجاه في الله. داك الشيء علاش قال واحد من العارفين النبي الله اللي هو البوصيري: والنفس كالطفل، النفس بحال زي ربه كالطفل، ان تهمله شبا على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي. عندنا القسم الثاني ديال النفس، هو هذاك القسم ديال الناس اللي هما فازوا بالنفوس ديالهم وقهروها ولات هي طايعه لهم تتنفذ الامر الاوامر ديالهم ماشي هما اللي تينفذوا الاوامر ديالها. فاللي فاز بالنفس ديالو ولا هو اللي متحكم فيها فقد افلح ونجح، واللي فاز به النفس ديالو راه خسر وهلك. لهذا قال سيدي ربي سبحانه وتعالى: فاما من طغى، وحيت نقولوا طغى معنى طغت النفس ديالو، فاما من طغى واثر معنى فضل واثر الحياه الدنيا فاذا الجحيم هي المأوى. شوف هنا اللي هو طغى، طغت النفس ديالو ولا داير ليها خاطرها، تيظلم العباد وتيهلك البلاد، وما كاين اللي تيقول له اللهم لا هادشي ولا منكر، ولا تيخافوا الناس يقولوا له هادشي، هذا طغى. والطغيان هو تجاوز الحد، وإذا لما طغى الماء اي تجاوز حده. فلهذا الطغية هو الطغيان، هو تجاوز الحد. اشنو؟ آثر الحياة الدنيا، فضلها، هذا الجحيم ديالو هي المأوى. المقابل ديالو: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، هاي نهى، دار ليها الجاب ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تدعي للطغيان وباش تفضل الحياة الدنيا، والرب سبحانه وتعالى تيدعي للغفران وتيدعي للعبد ديالو للخوف وينهى النفس ديالو عن الهوى. هذا هو الموضع ديال الامتحان وديال الابتلاء. تيقول ابن القيم رحمه الله: راه النفس فيها ثلاثة ديال الدواعي. النفس، النفس فيها ثلاثة ديال شي تعيط من هنا شي تعيط من هنا. كل نفس اللي مازال ما ترباش كان عندها الداعي تيدعيها باش تصب الاخلاق ديال الشيطان. شنو هي الاخلاق ديال الشيطان؟ التكبر، الحسد، العلو، البغي، الشر، الاداء، الطغيان، الفساد، الغش. هذه هو هذا النفس تدعي لهذا الشيء هذا. وعندنا واحد الداعي في هذه النفس هذه تدعي الاخلاق ديال الحيوان. شكون هي؟ هي داعي ديال الشهوه، ديال الشهوه ديال الماكله، ديال الشراب، ديال الجنس، تصلصي مزوج وباقي طمع في العيالات الاخرين وكل شيء. هذه النفس تدعي عاود من جهه اخرى. وداعي
تيدعي في وسط النفس هذه الاخلاق ديال الملاك، شنو هو؟ الاحسان والنصح والبر والعلم والطاعه. وهنا تيجي الدور ديالك والدور ديالي والدور ديالك انت ديال المجاهده. شكون اللي غادي تجعله غادي يغلب؟ واش الداعي ديال الملاك غادي يغلب الداعي ديال الشيطان والداعي ديال الشهوه، ولا الداعي ديال الشهوه غادي يغلب الداعي ديال الملاك وغادي يتصاحب مع الداعي ديال الشيطان؟ لانه الداعي ديال الشهوه مع الداعي ديال الشيطان متصاحبين وعداء الداعي ديال الملاك. فلهذا داسد ربي هذا الشهر المبارك باش نقوم بهذه العمليه ديال الجهاد، وهذا هو الجهاد الاكبر اللي هو ماشي سهل. والابواب ديال الجهاد 11 غادي نشوفهم في حلقه اخرى. فاعلى انواع واعظم انواع ديال الجهاد هو الجهاد ديال النفس. نطلب الله عز وجل يغلبنا على النفوس ديالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.